هذه شنو يقولون عليها؟ يقولون عليها لقمة يعني ما السعادة. اريد اسوي اكله، يعني هي ما نقدر نقول عليها اكله لانه هي ما تتقدم كطبق رئيسي. اكو من نفس النوعيه تتقدم كاطباق رئيسيه، تكون اللي مثلا باللحم او هاي الامور، هسه ما راح نتطرق هوايه. انا احب هذه الاكله لانه احيانا مثلا لما نكون مو كلش جوعانين اسويها، وبنفس الوقت كلش سهله وكلش سريعه. وبالعزايم مرات تفيدني اقدمها كطبق مقبلات، السوريين يستعملوها الصبح بالريوق. على العموم انا هم سوري على انا احبه كلش، انا ما احبه بالعكس، انا اعتبره طبق رئيسي بالنسبه لي من يصير. هو طيب اي اقوم اغمس فيه. على العموم اريد اقول لكم شيء، طبعا من كنت حامل بالياس هواي كنت اتوحم عليها واشتهي اكلها لان كانت تريح معدتي، هسه هم نفس الشيء، فلذلك اليوم قررت اسويها واشارككم لان انتم قلتوا لي. بالعكس من تسوين شيء سهل وسريع يا ريت تشاركينا به، لانه احيانا نكون طالعين ما بينا حيل. فاليوم راح اشارككم بهذا الطبق اللي كلش سريع، واذا سويتوه وين تدزوا لي الصور على انستغرام، كلش دا افرح لما تدزوا لي مشاركاتكم. مو تسووها وبعدين تقولوا لي نسينا نصور، لا طقوا صوره ودزوا لي. هسه يلا تعالوا خلونا نبدي بالطبخه. عن اول شيء انا هنا راح استعمل الحمص المعلب، ممكن اذا انتم مسوين حمص بالبيت سالقيه هم يصير. هاي هنا انا حضرت طماطه للوجه يعني للشكل وكرفس، وهذا هم الخبز السوري او الخبز اللبناني حضرته بس فقط للمنظر، وهذا راح يكون للاكله هيك لازم يتقطع مربعات. يلا تعالوا خلونا نروح للطباخ سويه. هنا الحمص مثل ما تشوفون اني تخلصت من المي اللي بالعلبه، خليت مي نظيف، راح ارش عليه رشه ملح قليله، وراح اخلي له سن ثوم همينه وقع، وراح ارش عليه رشه كمون حتى ينطي نكهه طيبه. طبعا اتركه يغلي فد 3-4 غلوات حتى هذا المي ياخذ طعم الحمص، لان احنا راح نستفاد من هذا المي همين. وهسه راح نبدي بالصوص. طبعا الصوص راح اخلي لبن تقريبا نصف العلبة اخذت، وراح اخلي عليهم ملعقتين من الراشي، وراح نخلي عصرة ليمونة، الكمون اختياري، سن ثوم، ونخلي ملح ونخلطها. هنا أنا بهذه المرحلة لازم تذوقوها يعني حسب انتو تشوفون الطعم محتاج لبن زيادة او حموضة زيادة او ملوحة. وخليت شوية من ماي الحمص اللي سلقنا به الحمص او الحمص اللي كان معلب. هنا بالنسبة للخبز طبعا الخبز اختياري كيفكم تحبون تقلوه، او ممكن اذا تحبون اقل سعرات حرارية تشوي شوي بالفرن، او تخلوه مثل ما هو. بصراحة انا احب اقلي او اشوي حتى انطي قرشة للأكلة يعني، والخبز عندكم يستوي كلش سريع. يعني أنا هنا مثل ما تشوفون دا طلع لونه أشقر، بس أخلي بالماعون يصير على بني، فلازم بسرعة تطلعوه ما تخلوه هواية. بس جهزنا الصوص، جهزنا الحمص، قلينا الخبز، وإحنا مجهزين اللي راح نخليه كشكل بالوجه اللي هو الطماطة والكرفس. هنا أنا راح أضيف الخبز كله اللي قليته، وراح نضيف من الحمص طبعا ناخذ شوية من المي مالته همين. السن ثوم اللي خليناه ويا الحمص نتخلص منه ما نخليه، وهنا انا راح اضيف الصوص. لذلك قلت لكم احب اللبن يكون ثخين، لان مثل ما تشوفون هنا أنا الصوص صار عندي حلو شكله مبين. واكيد الشكل النهائي للطبق هذا يبقى حسب رغبتكم انتم شلون تحبون تزينوه بيا طريقه. انا حبيت ازينه بهذه الطريقه، وعلى فكره الكرفس والطماطه ينطي نكهه همينه ويا الاكله. انا سابقا هم شاركتكم سويتها مشكل يعني، خليت وياها باذنجان وهاي الامور تلقوها موجودة بالفيديوهات. واكيد راح نخلي شوية من الحمص حتى تبين انه هذه فتة بالحمص. عندي ملعقة من السمنة او دهن الحر، طبعا هي اختيارية، وتقدرون تخلون وياها الصنوبر او اي نوع من انواع المكسرات. هذا الطبق مالتنا صار جاهز، طبعا اسهل واسرع من هيك ماكو. طبعا احنا كملنا اكل، وهذه المواعين يعني شيء كلش بسيط، أنا أحب الأكل البسيط لأنه ما يوسخ هواية. على العموم هسه راح أغسل المواعين وياكم، حتى وراها نبدي بترتيب الكاونتر.
بدا العام الدراسي الجديد اكيد كلكم مشتاقين له، لانه صار لكم سنتين بالبيت كله كان اونلاين، هسه الدوام راح يكون حضوري. احكوا لي شنو تحضيراتكم، شنو الاشياء اللي اشتريتوها، شلون الحماس مالتكم، ايش قد من 100. اكيد كلش متحمسين، انا كنت كلش اتحمس لما يبدي الدوام. هاي طبعا ايام قبل، يعني لما كنت ببيت اهلي واداوم مدرسه، ومن كنت اطلع اشتري الصدريه والجنطه الجديده والقرطاسيه، وهاي الامور كلها تخلي الانسان يتحمس لا اراديا. فد شوي راح احكي لكم على بنوته راسلتني انستغرام، واني شوي وانا زعلانه منها، بس هسه اكو مقطع بكلام اني والياس، شوفوا ايش سوى بيه بالمطبخ. ها ها شنو مايا؟ شنو ماما حبيبي شنو؟ طبعا احنا صارنا يومين على ملحات ماما بدون سبب. شنو شو قاعد؟ زين شو راح اجيب لك القلم؟ ليش دبيته ورا الثلاجة؟ ليش دبيت القلم ورا الثلاجة؟ شو تريد؟ ليش دبيته ورا الثلاجة القلم؟ شوفوا الياس شو مسوي بالقلم. دقيقة خلي اشوفهم. باعوا، شوفوا الياس شو مسوي بالقلم. هاي كلها سوالف لولو الوكيح. منو وكيح بالبيت؟ منو؟ طبعا هاي البنوتة كتبت لي انه بدأ العام الدراسي الجديد واني ما ادري حايرة اداوم او لا. فانا قلت لها يعني شنو السبب؟ قالت ما ادري، لان دوام حضوري وتعب وما اعرف شنو، احس مالي واهس. طبعا هذا ابد مو سبب، بالعكس الشهادة حلوة. وطلعوا من حجة انه والله احنا ندرس ونتعب والشهادة ما الها مستقبل. اكيد رح يجي يوم يتحسن وضع البلد ورح تكون الشهادة الها مستقبل، ومستقبل جدا حلو. فكملوا لا تركون دراستكم لاي سبب من الاسباب. يعني هو باعوا القلم الرصاص بالهاي، على فكرة ماكو اي شيء، بس مجرد قماش وماي يروح بسهولة. كلها تنظف بدون تعب بدون اي شيء، ماكو داعي نعصب ونعيط وليش شخبطت وليش واي. بدل ما تعيطين خي قومي مسحي من التمساكت، بعدهم هذول الجهال ما يخلون واحد. طبعا هاي هنا ضربه عندي بالمجال، خلصت هسه بقى انظف، اريد امسح المايكرويف والطباخ، وخلصنا شغل المطبخ اللي ما يخلص. هذا المطبخ كله كملته، واخيرا شنو انطوه فد 10 دقائق او نص ساعه يرجع هنا يصير معين ونخبص. ما اعرف ليش، بس مطبخي هيك لو مطابخكم هم هيجي. طبعا هذا هنا أنا عندي جزر اريد اسوي عصير، بس شنو هو بالعصاره الخاصه مالته. وهذه اريد اشوف لكم اياها بنات، كلش مفيده. تشوفون بعد شلون بيها كله هاي الحشرات الصغيره. طبعا هذا خال اخلي عليه هذا النايلون البلاستيك مال المطبخ العادي، اخلي عليه بس نقطه زاهي مال المواعين، واخلي هنا هم يجون عليه. طبعا شوفوا كوما ما يتباعوا، تشوفون ايش قد ميت كوما، صراحه خلصانه منهم. هسه شنو صار؟ لازم نبدي بهذا الكاونتر، اريد ارتبه وياكم اليوم، ورتبه بطريقه هم حلوه وهمينا راح نستفاد من المساحه، لان عندي فد فكره راح اجربها وياكم، واني متاكده راح تنجح اكيد، وانتم هم تستفادون منها. اليوم التنظيف مختلف. انا صراحه اخر فتره كلش قلت لكم صار لي تقريبا 3 اشهر، فيعني عادي بما انه مجرات راح تتخربط. هنا انا عندي هذا الستاند، شوفوا خلي دقيقه اخلي لكم اياه على التصوير البعيد لحظه حتى توصلكم الفكرة. بيتي اللي قبل هذا كان عندي نفس الفكرة، بس ما بيرف من الوسط، فأنا كنت مرتبته بهذا الترتيب، أوكي؟ إنه مجرات ثلاثة مخليه بيها الشغلات، الأقمشة الجديدة، الأقمشة اللي أغسلهم، شي صحولها تشفوف، كلها كنت مرتبتها هنا. وهنا كنت مخليه هاي الأشياء، الزيت، ما أعرف يعني المنظفات، هاي الأمور تفهموني. بس هنا أنا عندي رف، يعني موجود واني رف من اول ما جيت البيت شلته، حابه ارجع الرف لانه دا احس الغراض اللي عندي هذه كلها راح تكفي بمكان واحد. ليش؟ لانه ورا هاي السله عندي سخان، اللي هو السخان اللي يحمي الماء الحار للمطبخ، فهناك ما عندي شيء فارغ. فراح اجرب اليوم ارتبه وياكم، عندي فد فكره للترتيب راح تحبوها وراح تسهل علينا. وهاي الفكره هم حلوه، يجوز هسه تشوفوها هسه لانه هو صار له فتره، تعرفون ويا الاستعمال ما يترتب. يعني مثلا هذا التشيس انا هنا أنا مخليه علبه مال الكياسه اخلي بيها، فمرات يعني تصير اوكي هاي الخربطه عادي تفهموني. بس هي هم كفكره حلوه، اذا ما عندكم خانات هنا تقدرون هاي المجرات كلش راح تفيدكم.
وراح تسهل عليكم الشغل. فهسه اول شيء انا شنو راح افرغه للكاونتر كله وانظفه، وبعدين نبدي نرتبه بالرف. طبعا هسه انا مثل ما تشوفون دا افرغ، شوفوا هذا اللي قلت لكم عليه السخان كلش ماخذ مكان كبير من الكاونتر. على العموم هسه راح اخلي راح استمر اطلع كل الغراض وارجع لكم بالتنظيف مالي الكاونتر. أنا كنت حاكية وباشر ويا الفيديو بس الياس موجود وياي، راح تشوفون ايديه كل شوية واكيد اكو اسئلة وحاكي وما اعرف شنو، فقطعت الصوت حتى ما تدخون. هنا أنا بعد ما فرغته تماما بديت بتنظيفه، طبعا هو بس رشيت عليه منظف بسيط وبديت انظفه، ما بي شي يعني هو الكاونتر عندي. صراحة كلش حبيت التغيير وكنت متمنية من اول لو ما داخل البيت مسوية هذا الشي، لانه كلش فتح لي مجال. مثل ما تعرفون اني مطبخي صغيروني وغراض المطبخ ما شاء الله هواية، اني لانه حتى المواعين مال الضيوف مخليتها بالمطبخ. اغلب البيوت يكون عندهم مثلا بوفية بالصالة يخلون بيها المواعين مال الضيوف، ما ادري اني ما اشتريت يعني بوفية لحد الان، ما اعرف احس راح تسوي الهول هوسة يعني. فهاي هنا أنا همينة عندي الرف طلعته، كنت أنا شايلته من أول ما دخلت من البيت، فنظفته شوية تنظيفة عميقة جلفته يعني لأن ما كنت منظفته. طبعا هنا الياس حب يشارك ويساعدني بالتنظيف لازم يتدخل. طبعا هاي الأغراض عندي كانت بمجرين، طبعا المجر الأخير بهاي المجرات أنا هيك مخلية بيه مثلا البطاريات العاطلة، لأن إلها هنا أنا مكان مخصص يعني للذب، ما يصير تنذب تكرمون ويا القمامة العادية. فلذلك يعني هناك أكو شغلات مو كلش مفيدة يعني راح اتخلص منها، بس هاي المجرين لا عندي بيها اشياء مفيدة اللي هي الاسفنجة مال المواعين، عندي كفوف، اقمشة المطبخ، اكياس يعني اكياس الاوساخ وهاي الامور، فهواي امور كلها مفيدة واحتاجها بالمطبخ جوا ايدي. شلون راح ارتبها؟ اول شي راح استعمل هاي العلب. سلال ما انصحكم، احنا نريد علب بيها قبخ حتى نستفاد من المساحة، فهسه راح ارتبها وياكم. طبعا هاي العلبة اختاريت اخلي بيها مثل ما قلت لكم فقط اقمشة المطبخ والخاوليات مالي الايد. بالنسبة لاقمشة المطبخ بنات انا شلون استعملها؟ مثلا استعمل قطعة تقماش واحدة بالمطبخ، وبعدين اغسلها نهاية اليوم واخليها تيبس على الصوبة، وبعدين اخليها بالغسيل مال الملابس، فلذلك دائما تظل نظيفة ودائما ريحتها طيبة، لان هو مجرد استعمال يوم واحد. وتقدرون لما تصفطوها بهذه الطريقة هم ترشون عليها زيوت عطرية هم تخلي ريحتها دائما طيبة. انا صفطتها بهذه الطريقه، قلت لكم هاي الفكره كلش حلوه، انصحكم اذا ما مسويها روحي جيبي علب وجربيها كلش راح تحبيها وكلش راح تفرق عندك بالمساحه. هذا شكله بعد الترتيب. انا حكيت لكم شلون انظف هذه الاقمشه مال المطبخ، فهنا أنا عندي مجال لانه عندي تقريبا ثلاثة بالغساله، واحده هنا انا مستعملتها بالمطبخ اليوم راح اغسلها بالليل، فهسه راح اقبضها حتى اشوفكم شلون راح استعمله. وهنا ترتيب اكياس القمامة، طبعا هنا عندهم نظام مختلف عن نظام العراق تماما، او نظام يعني كلش مختلف، فكل شيء لكيسة الخاص. وهاي الاكياس مثل القماش كانت للمسواق هميا. طبعا مثل ما تشوفون هسه راح اجي اخلي هذه فوق، بس هنا عندي مجال فاقدر اني شنو راح اقدم العلبة بهاي الطريقة، وورا هناك مثلا راح اخلي عندي هاي الشعلة مال النار ما استعملها يعني خلينا نقول بالسنة حسنة، فالأشياء اللي استعمالها جدا جدا قليل راح أخليها ورا، وبنفس الوقت هي يعني مو شي صعب، أقدر بس مجرد أنزل هذه أوصل لها بكل سهولة. هسه راح أخلي هاي هنا فوقها هيجي صارت، دا تشوفون طبعا الفكرة كلش حلوة بنات، وهمينا هاي بسهولة أنزلها وأقدر أخذ من جوا، بنفس الوقت أنا عندي المساحة كبيرة، يعني لو مثلا هاي الأشياء مصفطتها مثل ما هي بالفورا بالكاونتر كلش راح تاخذ مساحه وراح احس المكان عندي قليل. هسه انا عندي هاي تماما كلها لمت، بقى اشياء بسيطه هسه راح ارتبها وياكم. هسه نجي لهاي الاشياء، زيت الزيتون، شراب الرمان، الصوص، عندنا الخل مثلا، هاي الامور هاي كلها اذا جيت صفطتها بهاي الطريقه يعني كلش وديتها كلش لورا بصعوبه مثلا راح اقدر اوصل للخل، لانه كل ما تعرفون انه كل ما صار شيء ورا بصعوبة نوصل له، فراح أعطيكم فكرة كلش حلوة. طبعاً أنا هاي السلة اللي كنت مخلية بيها الغراض سابقاً نفسها راح أستعملها، راح أخليها بهاي الطريقة وراح أرتب بها الغراض، بحيث من أجي أريد أي صوص معين مجرد أسحبها شوية راح أوصل حتى للصوصات اللي صايرة ورا، فبالتالي هذا همينة راح يقلل علي الجهد، وبنفس الوقت ما راح أود إذا محتاجة شيء لازم أنزل كل الغراض جوا حتى أوصل للشيء اللي أريده.
طبعا هسه انا هنا خليت فقط المنظفات اللي احتاجها بالمطبخ. قبل كنت مخليه اشكال الوان، بس هسه لا، راح انقل يعني الاشياء اللي استعملها بالبيت راح اخليها تكرمون بالحمام. هسه ان شاء الله تكفي كلها بهاي السله. هنا بس المنظفات اللي استعملها بالمطبخ. هذا بيكربونات الصودا خاصه مال التنظيف، وهذا همينه خل خاص مال التنظيف. شايفين كفت عندي. طبعا هذني ايدنا بالمطبخ دائما نحتاجهم، البلاستيك، ورق السيليفون، ورق الزبده. فاني قبل كنت مخليتهم صراحه دائما توقع، وهاي من البدايه كانت عاجبتني فكره السله، بس بالترتيب القديم كان ما عندي لها مكان. فهاي شوفوا سله، اي شيء عندكم راح اخليها هنا. طبعا سله المنظفات نزلتها اللي هنا، ليش؟ لانه بصراحه هذا عندي حار، يعني ينطي حراره لي برا لما نحمى، فاني المنظفات عادي ما راح تتاثر، واساسا ما لازقتها، يعني حاطه تقريبا مجال اصبعين. وهاي همينه راح اخليها، وهنا أنا ورا ما ادري شنو اخلي بصراحه. هذا المكان فرخته، راح اخلي هنا عندي جهاز القليم، خليته داخل الكونتر لانه ما إلى مكان بالمطبخ، فراح اخلي جهاز القلي هنا، لان صراحه مكان السابق كلش مزعج، ومن اطلعه كلش دا يعني بازعاج يطلع عندي مو بسهوله. لا طبعا عندي هذه علبه الاكياس، صراحه فكرت انه اريد اخليها هناك بهذا المكان، بس شوفوا مدى تقعد براحتها. فعندي هذه اني ما استعملها، مال جهاز عندي مال خلط، بس خرب الجهاز مالت العلبه مدى بيتها، فراح استعمل الاكياس بهاي الطريقه، راح ارتبها بداخلها. اوكي حبايبي، وهذا الشكل النهائي كملت. هذه السله اللي سويناها انا وياكم، وهذا جدر القلي قلت لكم كان بصعوبه من احتاجه يعني اطلعه. ونفس الشيء بالنسبه لجدر الضغط، لانه هو كلش كبير، فلما كنت ماخذته ويا جداري كلش ماخذ مساحه هناك، فلما شلته كلش فتح لي المكان وخليته هنا. طبعا اقدر اذا دفعته بهاي الطريقه اخلي شيء هم قدامه، بس اني هالقد ما كان مضوجني، واساسا يعني المكان انفتح وصار اكو مجال عندي، فلذلك خليته براحته مثل ما تشوفون. هذه سلة المنظفات اللي رتبتها وياكم، وهاي همينه مال هذني الاشياء. طبعا هنا شنو عندي؟ عندي هذه اللي يستعملوها بالمكاتب، اللي هي هاي مثل ما تشوفوها. هاي كلش مفيدة، اني راح اشتري بعد واحدة اخليها هنا، لان هنا هم تكفي اخلي شي بعد. شوفوا هاي الطريقة. طبعا هذه الفكرة حتى للطاوات، للاغطية، كلش مفيدة. وهاي السلال اللي سويناها هم سوية. واللي هنا صار لازم اقولكم وصلنا لنهاية الفيديو حبايبي، اتمنى فيديو اليوم عجبكم، اكيد احبكم كلش هواية، وشكرا للمتابعة. طبعا الاسماء اليوم ويانا هي اسراء من بغداد، ام محمد من العراق، وام علاوي من الموصل. كل الهلا بيكم، اكيد كلكم منوريني. مع الف سلامة، وباي باي.